مساء الورد، مساء الحب، مساء الأمل. Forever Bipolin، هذا هو منتجنا لهذا اليوم. Forever Bipolin هو مكمل غذائي من إنتاج شركة Forever الأمريكية، يحتوي على خلاصات لقاح النحل الذي يعد أهم مصادر الطاقة للإنسان. يعد لقاح النحل واحد من أكثر المواد أهمية بالنسبة للنحل والإنسان، فهو مادة غنية بالتغذية تزود النحل بكل ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة، كما أنه يعد مصدراً طبيعياً للعديد من العناصر الطبيعية كالبروتينات والأحماض الأمينية والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، وذلك من أجل منح الجسم الطاقة والحيوية التي يحتاجها للاستمرار في إداء مختلف الأنشطة اليومية. يتكون Forever Bipolin من لقاح النحل غبار الأزهار، وهو المادة الأساسية التي يعتمد عليها النحل في تكوين غذائهم، وعسل النحل وغذاء ملكات النحل، وهو إفراز لبني تعتمد عليه ملكة النحل في الحصول على طعامها، وهو يعد عاملا حيويا لإطالة عمر ملكة النحل، بالإضافة إلى قدرته على تحسين وظائف المخ والمناعة والحفاظ على المستويات الصحية للكوليسترول والسكر. نجي هسه على فوائد البيبولين. أولا، يعمل على توفير الطاقة للجسم وتعزيزها بشكل مثالي. اثنين، يسهل على الجسم هضم وامتصاص العناصر الغذائية، كما يعمل على حماية البشرة وترطيبها بفضل ما يحتويه من مضادات الأكسدة الطبيعية. يحافظ على صحة الجهاز المناعي، يقوي الكبد، يزيد المناعة ضد الإنفلونزا، يحرق الدهون، يعالج الأنيميا، يزيل جميع أعراض الدورة الشهرية، يمنع تساقط الشعر، يقلل حموضة المعدة، يعطل نمو الخلايا السرطانية، يقلل أعراض الشيخوخة المبكرة، ويعالج الإسهال، كما يعالج البروستاتا. يوجد في مجموعة التسمين والتنحيف والجيوب الأنفية، ومجموعة الإنجاب وبناء العضلات، ومجموعة الربو والشقيقة. من موانع استخدام البيبولين، لا يعطى للأشخاص المصابون بأمراض القلب والكلى والكبد، ولا يعطى للحامل أو المرضع أو اللواتي وخططنا للحمل، لا يعطى للأشخاص الذين يتناولون أي أدوية منتظمة، لا يعطى للأطفال دون سن 12، لا يعطى للأشخاص الذين يعانون من الحساسية من منتجات العسل. طريقة الاستعمال: بداية يؤخذ ربع حبة في اليوم، ثم تتم الزيادة تدريجيا يوميا وصولا إلى 3 حبات يوميا مع الوجبات الثلاثة. تحتوي العبوة على 100 حبة، يعطى من عمر 12 سنة. كانت معكم محدثتكم أخصائية التجميل وخبيرة التغذية كيان، ودمتم حبايب قلبي بألف ألف خير.